بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، حلقتنا كوبان وحن واحد لينا دغالكا لو لا جرى قوارجتا على الشباب يو دورك علومدا سوماليهد او ادن غار اهان دغالكا او وجيسي لبااد لا رجينيو مالمها سو سودا انو بلاودو. الله سبحانه وتعالى وحليه يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. نبي جوحا الغفر يا أيدان ضد كمؤمنين تأهينوا دجالك كبوريو دجالك الغبورين يا قف والبا أما كوح والبا أما ضد والبا عدو ومضى مسلم كصوماليات عدو كوه بورين تسوي شو جلسة خوارج تال الشباب إن اللي سكع اليوم الله دجالمه وحيكج وحيكجرتها بورين تا دتك لو بورينيو. الله سبحانه وتعالى سورتك لو هو كليه فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. مؤمنين تا مركا ان وحا ويه لا بوريو دغالكا دتك وحا ويه غردرده كسودا او خوارجتا الشباب اي كميديه دغالكود لو بوريو وحا ويه وا واجب. عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا. وحال أركا مركب بورين تاسي إن يكد لطو إن الله سبحانه وتعالى كوا نمعدي سكو قالوا بي أو حاوي دين تي سكو قالوا بي أو حاوي أمدي لين يا وخوارج تال شبابا إن الله سبحانه وتعالى وبأس كودا اللهم دك كافي. نمان كلا ردك الله ما يوا الشباب الشباب وايو الشباب وخوارج أرحم دارن وخوارج إن هبايا راتين نحريسة يسون كجرين ومدى أنو نحريسة نينين ومدى باب إنيسة لينيسة الشباب وايو الشباب وددك ددك باب إنيا قرحينيا ديليا لينيا أيوغان أوكال فيرين إلين قفك مؤمن كاه يقفك عن مؤمن كاهين. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح وكله جاي ومن خرج على أمتي يضرب برها وفهجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. الشباب وكما الشباب ما يستان دين النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الشباب كم يدمها ومد النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي قايا سعد ودها يا اذا مدمها انا غنا كم يدمهي انا غنا كم يدمهي نبي صلى الله عليه وسلم ايا دها يا نبي و خله يا قفكي امديده كبخا اسقو لينيا ديليا وحاوي أمد كذا مؤمن كأي كذا فاجر كأه وحي صابك هالنعي موح حلوت المامي كرا الشباب إن أمد النبي محمد كم ديهين موح حلوت المامي كرا إن أمد دي جود إلاليين موح حلوت المامي كرا ونفرين دين تعالى الله نفرين يا ميا حلوت المامي كرا وحى صورا وأما يا ما حلوت المامي كرا أمد الصومالي لا ينيان برها وفاجرها وحاوي ويدليان وقرحينيان واختياليان ويلينيان وحاوي دو حاصل انا يسمعين ايان دين تيقفتا دين تيقفتا ساد لاد المركة الشباب دين القيحية وحالو قيحية وغفض وحاوي ايسن هيسن دين تي نبي الله محمد اياغن ايسن كمدهين وما دين نبي الله محمد نبي محمد نقول بري كي هاي سيدا وحاوي ورابه وبري وقي هاي ليجي نبي الله يوسف ولا ليال قواريش تاس الشباب وحاوي أمدي دي كده بنيستي إن لسكع لي دول ميجودو هو واجب قفل به أول دول مي دول ميجي دول ميجرو كده دي يسكع لي هو واجب. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وقتل ما ميا من قتل دون ماله فهو شهيد. جن عصده وحولها لقعد عيو ضيع قاضنا يو بنت يو وحاوي قرافات كل جا لجو شيء يو لجو هندد يو محاسة بحنا يسا وحابك وبرنان وحاب الله سبحانه وتعالى وكود دقي جنة إن الله دجال أنت أتكو هيلي سخبار جتاس الشباب ما خوب قادت أو إسكع ليسد العقد هذا وديد محي العقد هذا كايا قادنا يعني ما يقع العقد كل شق يستي ما يقع العقد كل له محي العقد كايا قادنا يعني خبار جتاس الشباب وحب وحب هانت أمريكا مسكح تفكير كايا دب عليسو أو عد الله دجال أنتو قرجنا أو قادته الله سبحانه وتعالى درتي هانت هذا دفاعته عرض جاي شرفت هذا دفاعته سيدا سوكله أهل كقف كيسة دلوس واحد قدبه وهاي نوديس دفاعة عروت هذا كان لولاية هاي وما لها قارة أنا أرجني اللي هي عروت هذا كان أما جزية ده بيحي شباب صورة صحيح كل رقم يان وحكي كل رقم يان أتقال تاعي مسلم كامل من سنة
هذا مسلم كان من زمان الحين معروف هذه الجزية كغادي الحين وين عادي جزية ذكر غارك غادان وحير هذان وحد كده تلاعتي الجزية كان معروف هذا كان طيب وحاول بحنتها أمريكا تفكير كأي ندبوا علي ده محي على الشباب ديجين كأي أوجوجان محي ده كأي أقومي سنة يان سويدي وحلو بهاي أمريكا أنا مسكح هذا دي وكعيسه سكعي ليسه هو كقادته أذكر بيرتو جيسياش قرنك دفاع حق الدليلك أو حاول يستعجي إن إسكيس وليان قوارجت على الشباب النبي صلى الله عليه وسلم وحوي نوشي الشباب إن يصاب حيسو نوشي قوارج إن يصاب حيسو نوشي النبي يقول لي هاي وحا إماد دونا آخر زمانك وحا صابح دونا أمد قرانك أقرية وحاول قرانك أوسن جاري لونتو سدافين قرانك أقرانيا لكن لونتو ذا مرد عفيس يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء كتابك اللي يدك وياه ريان هل كان حديث قريب تان يرتاب الصيف عن مسك حضر ضغور على علي الشباب محيكو هذا قان مرة والبا محيكو هذا قان دين تألان دفاعينا كتاب عندك وحكمينا وحوي الله نقر قارينا سنة يلينا شرق الله الورد غمو يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء ذاتك إلينا يان كتابك اللي ميوسن ديدين ذاتك إلينا يان كتابك اللي ميوسن نهين ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الله سبحانه وتعالى ميوس تاسكو جودين ميوس النبي صلى الله عليه وسلم حرم من امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله النبي صلى الله عليه وسلم سدح وكسوريبي سدح دي ميهين دد كان لاينيا دد كان صوبو لو لاينيا هوتيلاد لو غليو سدح دي با منين دينتي كبحي با منين زينيستي با الشباب محكم حيكو ديليان وحي كو ديلين وا اناد غال تحي ود مسلم احي adiguna waa dukaneysa salaadii subaxa jamacada ku soo dugatay duhurkii baa jamacada ku dugatay duhurkii kadib bay ku dileen waxa weeye casraad soo dugatay way ku dileen magrib aadoo jamacada masaajid soo dugatay oo iridii masaajid ka soo baxay madaxii salaad kaaga dhufteen maxaad la joogtaa adduunkan ma iska celisid wax say lagu gumaysan kara adoo qof muslim ah xor ah may al shabaab ku gumaysan karaan oo ay ku dhigi karaan masaajidka da ka soo baxdo aan ku dileyna cibaadooyinka dadku waa ka go'een masaajidii waa ka go'een waxay waa go'een waa in cadaw waa khawarijta ah عبادوين كهر استاكسيهين النبي صلى الله عليه وسلم حول يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء كتابك اللي يدتك ويريان وحاوية هبيراتي كتابك اللي وحي وقسوغيهين مالهان من قاتلهم كان أولى بالله منهم قفكي لدقى اللهم قفكي الدلة قفكي طاوعة قفكي مدغان كعير سددق مديسة قفكاس الله سبحانه وتعالى وقدوان شبضا قفكاس محمدين هاي وحاو مدين هاي إنو جندي الله سبحانه وتعالى قاله dagaalka al-shabaab la dagaalamayso ha u mareen in dheel ma wa jihad wa jihad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay idina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihi laqadir Allah inuu ku gargaaro waajib bay ku tahay dagaalkaan inaad u kacdo oo deegaankaaga aad ka xoreysato shabaab oo aad ma taqaana diintaadi ka xoreysato waxa weeye waa waajib ma ahan waxba yaraatay lagu leeyahay waa wax sunnah qofka muslimka inuu ka caalo baahan yahay al-shabaab waxay sameeyneyso waxa dajeebkoodu ka keensadeen ma waa wax qawaarijti hore ay ka dhaxleen qawaarijti hore maxay sameeyeen bal suureeyso qalbigaaga qawaarijti hore waxay sameeyeen abdullah ibn khabbab ibn arad mataqanan waa saxaabi weyn waa saxaabi waxa way u dhalay ninkii diinta alle loo gubay khabbab ibn arad feerihiisa dab la saaray ayuu la leeyahay diintada ka laabo oo kufaar quraysh ay cadaabayaan oo waxa way dheecaankii ka baxay hilibkiisii baabay lafihii ay soo hareen lafihii feeraha ay soo hareen ninkaas wiilkiisa ah waxa loo dilaa gaal ah tahay bal suureyso ina abdullah waxa way ina khabaab ibn arad abdullah oo saxaabi ah miyaa gaaloobay qawarijtaasana dhahaysa dooy gaaloobeen malaha haddu hadda noolaalaha al shabaab way dil lahaayeen uma isan naxariisa lahaayeen qaabkii loo dhaqmeen bal fiye meel ay joogan buu ku soo baxay uu ka naxay markaas wuxuu yiri waray gaar ka gacgeliseen markaas ay weheelad waxba kugu sameeymeen kale way soo qabteen waxa way waxa la socota islaantiisii oo uur leh oo xaamila ah oo caloosha ilmo ku wada way gowraceen islaantiisii ku hor gowraceen islaantii way erga gaxday ayadii soo qabteen caloosha ka jeexeen caruurtii soo baxsheen caruurkiin way gowraceen ayadina sidaa ay ku dhimatay nimankaas aan naxariisanaya al-shabaab maanta haday abdullah ibn khabbab arki lahayd way gowracay lahayd wayna dili lahayd ficilka ay sameeyeen khawaarijti hore ay sameey lahayd al-shabaab xaqiiqay ka yimaadeen
وحاوي علي بن ابي طالب قولدي بشيكيه مادين علي بن ابي طالب نكيد لعبد الرحمن بن ملجم وحوها خوارج وها الشباب ابهود وها نكي ضلوها نكي فكر كودي حنبارسيين الشباب وحاوي عبد الله بن عبد الرحمن بن ملجم وي حدي علي بن ابي طالب ما تجوق لها الشباب معفي لها ينك ولا تاي ما يا والله سعفي لها ين ويدري لها ين ويدري لها ين سراكيش ايدي ليان قيس ياش اي لين ايان وحاوي نبضونا ايدي ليان بلشدة اندار قرد كي لين ايان كمدوان ويدري لها ين ويدري لها ده ما انت ونولا لها وحا صورا وحا لو باهن يها ان لغا هرتغا لو باهن يهي ودن بين قف والبو اشتاقة شباب لدغال نكود واسكعي ليا اوه الرأيان قيس ياش قرنك بشاري ليهين نبي صلى الله عليه وسلم وحيوه بشاريين إن دهود إني سنار تابنين عينان لا تمسهما النار نبي وحيوه الله بإل وحاوي النار متابته عين بكت من خشية الله إل أويس ألا درتي وعين باتت تحرس في سبيل الله إل كبر سأيد ودين إيسا إله درتي إذا ماذا قيس ياشا قرنك وإله درتي أتاقن وقرق أوتا وعدق وقوارج تباك سنيا وورديها وأه وهبينك إلى لدى كجرة أنا جن أن بتجلي هذا كجفنا مجال هذا إذا ماذا سوحي مدين هنبل يمدينهين إذا ماذا سوحي مدينهين إن الله سبحانه وتعالى جنة يسوع جليه وحين مدين نارته وكفه جيهم وأنا أود دعائنا من داس مر والبا أيقون ها حصصنا هذا إن جهاد كجران وعدو واسق خوارج تلدى قال ما يان أجر إكره سدان وحاول إن لها يس كل جن ويسوع جيدنا بين كاسورنا وحاوي اي وغصعته اجر اي وغصعته وحاوي ان عنده اس وحاوي سوجدك يسوجدان كليا نارته لوغ فوغينيو لوغهوده بورك كموقده لوغهوده بورك كموقده جيسياشس قرنكا وا وح الله سبحانه وتعالى وجنكو غلينيو نبيغا وبلن قاداي دوبا لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله اشعث راسه مغبره قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إذا استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع نبي صلى الله عليه وسلم وحو جنة وبشاريي أدونك هايستا وحاوي هوغانك فرس كيسا هايستا قاريس عبد الله لشيكه كورك كسارين ياي وقيس قرن كيسي دين تيسا ودفاعي ولمن يوي أشعث رأسه مدحيس وبربول هذي وابوريستي سيدو دشيكها قرو او دغنا او waxaa way cadawga khawarijta ugu jafay oo ajirka ugu raadinayay muqabbaratin qadama lugihiisuna boor bay yeesheen lugihiisuna boor ayay yeesheen in kaana fil hirasati kaana fil hirasa nabi wuxuu ku tilmaamay qofkaasi waxaa way in janna ay usugnaato booba waxaa way wax janna lagu helo weeye ama waxaa la yiraahdaa wax jannadi ayaa la yiraahdaa marka qofku waxa loo baahan yahay inuu mataqaana وكفى إذا يستو هذا وخوارجته إن لا لدق على مه ولا لي الفرصة داسية سنضافين هذا وخوارجته ولا سواء في جربة مال ما أودمن مال مكوبن أي أودمن وحاوي مال مهاس أن كفى إذا يسنو عن دجال كخوارجته أن وكفى إذا يسنو ما ذحد يهجان كي ندجال كنو وحاوي يبورنا يو أيين الجرب كنا تاجن أيين متى غنا أن دعينه أو علوم ذي أقيارت إذا تكين الجرب كهان دجال كهارك عن إن شاء الله تعالى حلقة حلقة حكت واحد في الجينة يا inaan ku soo duubi doono waxa weey furimaha hore anagu geesiyaasha qaranka garbaha ka taagan oo waxa weey dagaalka qawaarijta lagu jira safka koobaad uga jirno billahi tawfiq wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad